بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. الحقيقه من الواضح ان الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام المصريه عايز يضرب الرقم القياسي في عدد التصريحات الاعلاميه والصحفيه وفي اقل فتره زمنيه. ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه احنا كل يوم الحقيقه بنكتشف تفاصيل جديده في الموضوع الجديد اللي ظهر لنا فجأة، اللي هو موضوع الاحتواء التحكيمي. اللي ظهر امتى؟ ظهر بعد فوز نادي الاهلي على نادي الزمالك 5-3 في الدوري العام المصري. لكن الحقيقة يعني كابتن عصام مصمم يتكلم في امور الحقيقة انا مش عارف ازاي هي بتطلع من واحد من افضل حكام في مصر وفي العالم وفي افريقيا. الحقيقة كابتن عصام عبد الفتاح وحكم في كاس العالم وبيتولى رئاسة لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم ورئاسة لجنة حكام شمال أفريقيا. وأنا هقول لحضراتكم تصريح كابتن عصام على عهدة موقع كورة، مش على عهدة إسلام ولا على عهدة حد. كابتن عصام عبد الفتاح علق وقال رئيس كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة طبعا الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، قال على مقطع فيديو متداول من مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، يظهر فيه لاعب النادي الزمالك محمد أبو جبل وأشرف بن شرقي وهما يعترضان على قرارات الحكم محمد عادل. وقال الكابتن عصام عبد الفتاح، الكابتن عصام عبد الفتاح هو اللي بيقول مش إسلام اللي بيقول، ها؟ الكابتن عصام عبد الفتاح بيقول إيه؟ لا أعلم ما هي الأزمة في الفيديو. لاعب يسأل حكم تريد أن تنتهي المباراة بأي نتيجة، ما المشكلة في ذلك؟ كلام اللي حضراتكم سامعينه ده كابتن عصام عبد الفتاح بيقوله، واللي حضراتكم شايفينه على الشاشه ده كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام في مصر وفي ورئيس لجنه حكام شمال افريقيا بيقوله في تصريح رسمي ليه او تصريح في احد المواقع ليه بعد ما شاف الفيديو اللي كان فيه ابو جبل واشرف بن شرقي بيعترضوا على كابتن محمد عادل. طيب لما عمرو السولية اعترض، او ده اللي ظهر في الكاميرا، لما عمرو السوليه كان رايح يتكلم مع كابتن محمد عادل حكم المباراه، ايه اللي حصل؟ كابتن محمد عادل حط ايده في جيبه وقام طلع الكارت الاصفر واداه للكابتن عمرو السوليه، لمجرد ان كابتن عمرو السوليه كان رايح يتكلم بصوت عالي. انا ما اعرفش، ده اللي احنا شفناه. طيب يعني حضرتك بتدي كابتن عمرو السوليه انذار للاعتراض وفي نفس الوقت سايب يا كابتن عصام او يا كابتن محمد عادل اتنين لاعبين من نادي الزمالك بيعترضوا، سواء محمد ابو جبل او اشرف بن شرقي، وبيتكلموا على ان انت عايز الماتش يخلص كام بقى يا كابتن عشان كذا كذا. ده تشكيك في نزاهه الحكام، ولان احنا الحقيقه كلنا حريصين على هيبه التحكيم في مصر وعلى كرامه الحكم المصري. ومن المفترض اللي انا فاهمه يعني ان مسؤوليه رئيس لجنه الحكام انه ايضا يحافظ على هيبه الحكم. والفيديوهات دي اصبحت امام كل الناس، كل مصر شافت الفيديوهات دي، ولا هي بقت عادي دلوقتي ان يتقال للحكم عايز الماتش يخلص كام؟ لو عادي حد يطلع بس يقول لنا ان دي في القانون برضه. وبعدين نقطه ثانيه، هو ليه كابتن عصام كل التصريحات دي وحضرتك في تونس؟ كويس ان حضرتك عندك وقت ومن بعد الماتش بيوم حضرتك في تونس رئيسا لبعثه منتخب مصر للشباب، معرفش ازاي لكن تمام، وكمان لرئاسه لجنه الحكام في اتحاد شمال افريقيا اللي بينظم دوره وديه لمنتخبات الشباب هناك. طب بجد يا كابتن عصام، عايزين ان شاء الله كلنا هندعي لحضرتك ان احنا يعني يبقى عندك وقت بسم الله ما شاء الله برئيس لجنه الحكام المصريه ورئيس لجنه الحكام في شمال افريقيا، وعندك وقت وتبقى عايزينك تساعد الناس كلها ورئيس بعثه لمنتخبنا للشباب، ودي مسؤوليه كبيره جدا لان انت مسؤول عن اللاعبين والجهاز والاداريين وكل حاجه. يعني انا حتى مش عارف كابتن حضرتك بتجيب التوقيت ده امتى او الوقت ده امتى عشان تقول كل هذه التصريحات. اكيد ما اعرفش، هو وكلها على ماتش واحد بالمناسبه. امال بقيه الموسم هنعمل ايه؟ بقيه الموسم هنعمل ايه؟ ومش بالمناسبه انا بتكلم عن حاله واضحه، فيديوهات ظاهره على السوشيال ميديا كل الناس بتتكلم عنها. انا رد فعل بالمناسبه ما بتكلمش ان انا بتكلم على لا، انا بتكلم لاني بشوف اخطاء
بتحصل، ومن المفترض ان حضرتك رئيس لجنه الحكام المصريه، فانا بحط قدام حضرتك الكلام ده علشان حضرتك تتصرف. لكن حضرتك تصريحاتك الحقيقه، انا بأفاجأ بتصريحات كابتن عصام النهارده يعني، وانا نازل بقول لهم يا جماعه من فضلكم قولوا لي التصريحات اللي الكابتن عصام قالها ايه النهارده. كل يوم 10 15 تصريح، مش 10 15 يعني، انا لكن نقول تصريحين ثلاثه يعني كنايه عن التصريحات بتاعت كل يوم، وكلها الحقيقه تصريحات عكس بعض عكس بعض. يعني زي ما شفنا الاسبوع اللي فات بعد الماتش قال لك يا ركله جزاء اللي هي ما فيهاش اي حاجه اتحسبت على النادي الاهلي، يعني عشان نظريه الاحتواء الجديده اللي احنا بنشوفها الايام دي، قال لك يا ركله جزاء بس واحد كابتن عصام قال ان هو علي حمدي فتحي شد لاعب نادي الزمالك، وكابتن محمد عادل طلع بعديه بيوم قال لك لا اصل هي فاول من عند علي معلول عشان علي معلول خبط، واحنا ولا شفنا شد ولا شفنا خبط. كل اللي احنا عايزينه ان التحكيم المصري خلال الفتره اللي جايه يظهر بشكل مميز. ان شاء الله لما الكابتن عصام يرجع نحاول ان احنا نتكلم معاه في هذا الامر، ويقعد بقى مع الحكام ونشوف ايه اللي هيحصل. يقعد مع الحكام ويشوف الدنيا ماشيه ازاي والامور ماشيه ازاي، لانه الحقيقه كل اللي احنا بنشوفه ده يعني حاجه غريبه جدا. او حتى كابتن عصام حاول تعلن لنا تشكيل اللجنه عشان نعرف بس مين اللي شغال. وحضرتك في تونس، حضرتك موجود في تونس، يبقى اكيد في حد شغال هنا ولا ناس قاعده. من المفترض ان يكون هناك تحليل لاخطاء التحكيم خلال الفتره السابقه، هل في حد بيشتغل الكلام ده؟ قول لنا مين يا كابتن عشان نطلع نقول كويس والله ان في حد بيطلع يتكلم عن الحكام او يتكلم مع الحكام وبيشتغل مع الحكام خلال فتره التوقف دي. اللي المفروض ان الحكام دي بتجهز عشان المرحله القادمه في الدوري العام المصري اللي هي فيها ثلاث مباريات قبل التوقف الدولي في كاس العرب. فالحقيقه تصريحات كثيره جدا وكلام كتير جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت لاعبين اثنين لاعبين بيعترضوا على الحكم وما بيحصلش اي حاجه، ما بيحطش ايده في جيبه، لكن اول ما اي حد احمر لابس احمر بيروح لكابتن محمد عادل تلاقي في ايده في جيبه وبيرفع الانذار على طول على عمرو سليه. على فكره لو عمرو سليه يستاهل الانذار ما عنديش مشكله ان هو يستاهل الانذار، ولكن يعني نعدل نعدل. وبعدين القانون هو واحد، قال لك اتريق وقال لك مثلا انت عايز الماتش يخلص كام؟ هو ده طبيعي؟ يعني انا لو رحت الحكم وانا بلعب وقلت له يا حكم يا كابتن والله شوف انت كده الماتش عايز يخلص كام يا كابتن، هل ده طبيعي؟ لو طبيعي مفيش مشكله، قولوا لنا بس ان ده طبيعي وان ده في القانون. لكن الحقيقه بنشوف حاجات غريبه جدا، وبنشوف الكابتن عصام رده بيبقى اغرب، رده بيبقى اغرب. يعني حاجه تانيه. احنا شفنا كوره تانيه في الملعب، هل اللي اتلعب اللي لعب الكوره او اللي رمى الكوره دي اسمه موجود في تقرير ولا لا؟ اصل هو بيقال ان هو قريب حد في اتحاد كره القدم، بيقال انا ما قلتش، هو بيقال. فيا جماعه من فضلكم احنا محتاجين نعرف المواضيع دي كلها، محتاجين نعرف، لانه احنا عندنا مباريات في الدوري العام المصري. الدوري العام وانت قاعد بتتفرج عليه لا دوري حلو، حلو في كل حاجه، حلو في كل ما يخص الموضوع. محتاجين بس شويه تطوير في التحكيم، ممكن نكون بنضغط شويه عشان يحدث تطور في التحكيم خلال الفتره اللي جايه. كل اللي انا عايزه ان انا النادي الاهلي ياخد حقه، مش عايز حاجه تانية. وبعدين انا ما كنتش هعلق النهارده بصراحه يعني، لكن لقيت تعليقات الكابتن عصام مش كده يا كابتن عصام، انا رد فعلي للي بيحصل عشان ما حدش يطلع يقول لك اصل الاسلام بيقول. لا انا بتكلم لما بلاقي حاجه واضحه جدا وتعليق او دفاع، زي ما الكابتن عصام برضو دافع عن الكابتن محمد عادل وقال اه من حقه ان هو يطلع ويقول وكلامه اتفهم غلط. حتى لو كلامه اتفهم غلط ما ينفعش ان هو يطلع يقول هذا الكلام اساسا، وما ينفعش ان هو يناقش قرارات فنيه في الاعلام. ده اللي احنا عارفينه وده اللي احنا شفناه في البنود التحكيم في الفيفا، لائحه التحكيم في الفيفا. فانا عشان كده محتاج ان انا بس افهم يا كابتن عصام، يعني من فضل حضرتك كل ما نحتاجه هو تطوير التحكيم خلال الفتره اللي جايه. وكلنا كنا كل الجمله دي انا دايما بقولها عشان ما حدش يفتكر ان انا في حاجه ما فيش خالص، ما عنديش اي حاجه
بالعكس كابتن عصام عبد الفتاح انا لو شفته في اي حته بحترمه جدا وبسلم عليه وبقول له يا كابتن احنا كلنا بنثق فيك وكلنا في ظهرك، ولكن بهذا الشكل اعتقد في حاجه غريبه، في حاجه غريبه. تصريحات 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 وكلها تصريحات الحقيقه بتضع قدام مدفع. يعني انا كل اللي انا عايزه، هل الاعتراض، هل جمله انت عايز الماتش يخلص كام اللي كل الناس سمعتها على السوشيال ميديا ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ التحكيم يحتاج للتطوير، التحكيم للمره المليون، التحكيم يحتاج الى التطوير خلال الفتره القادمه. عندنا ثلاث مباريات، كل حاجه حلوه في الدوري، كل حاجه حلوه، الجمهور زي الفل، اللاعبين زي الفل، الروح اللي ما بين اللاعبين زي الفل، النقل التلفزيوني حلو جدا، المستوى الفني للمباريات، مباراه اهلي وزمالك بتخلص 5-3 ما شفناهاش بقالنا كتير، مباريات سموحه والاتحاد 4-4، مباريات تانية بتخلص 3-2 ام بي والمحل على ما اتذكر. ف المباريات شكلها حلو جدا وكل حاجه فيها حلو جدا، او 3-1 والاهلي والاسماعيلي 4-0 وهكذا وهكذا. هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه، فعايزين نوفر وقت بقى من التصريحات دي ونشتغل على التحكيم المصري علشان احنا بنثق فيه جدا. انا شخصيا بثق في الكابتن عصام جدا جدا جدا، ولكن يعني الثقه ابتدت مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني، لانه التصريحات اللي بنشوفها والشكل اللي بنشوفه لا محتاج وقفه خلال ووقفه قويه خلال الفتره القادمه. ودايما ودايما هقول الكلمه دي قبل بس ما اروح لاخبار النادي الاهلي، انا دايما لما باجي اتكلم انا بتكلم او بنتقد اداء وليس شخص، بتكلم اداء مسؤول، ما بنتقدش شخص كابتن عصام. شخص كابتن عصام، كابتن عصام راجل محترم جدا ونزيه جدا وتاريخه كبير وعنده تاريخ ناصع البياض، ولكن وكلنا بنقدره طبعا، ولكن في نفس الوقت انا بنتقد اداء مسؤول او رئيس لجنه الحكام في اللي بيتعمل. اديت انذار هنا، ادي انذار هنا، لو هنا يستحق وهنا يستحق. اسمك بقى كرئيس لجنه الحكام عصام عبد الفتاح او جمال الغندور او سمير عثمان او احمد الشناوي او ناصر عباس، كل الناس محترمة وعلى دماغي من فوق، ولكن أنا بنتقد رئيس لجنة حكام من وجهة نظري إن هو أخطأ في تصريحاته، وكان المباراة دي ممكن تبقى من المباريات الحلوة جدا جدا في كل شيء، جماهيريا وفنيا ونقل تلفزيوني وكل حاجة، وكان ناقص التحكيم اللي أتمنى إن هو يتغير خلال الفترة القادمة. خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي النهاردة. الحقيقه بيتسو موسيماني في تدريبات النادي الاهلي، تدريبات كلها تدريبات ترفيهيه للاعبين، منح بعض اللاعبين اليوم مجموعه من التدريبات الترفيهيه المتنوعه، وتاتي التدريبات الترفيهيه في اطار البرنامج الموضوع للاعبين في ظل توالي خوض التدريبات القويه خلال الايام الماضيه. ثنائي المنتخب الاولمبي ينتظم في التدريبات الجماعيه، احمد نبيل كوكا وحمزه علاء انتظموا في التدريبات للنادي الاهلي اليوم، وعلي لطفي بيستكمل برنامجه التاهيلي وحرص على تنفيذ برنامجه التاهيلي للتعافي من الاصابه بكدمه في الركبه، عمار حمدي بينتظم في التدريبات الجماعيه بعد الخبطه اللي اتخبطها الحقيقه في المباراه الوديه امام ميني سمنود، والكل الحقيقه كان خايف على عمار، ولكن الحمد لله الامور جيده ونزل التمرين بشكل جامد بشكل مستمر. موسيماني يحاضر لاعيبه النادي الاهلي، بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي عقد محاضره سريعه مع اللاعبين قبل انطلاق مران صباح اليوم على ملعب مختار التتش، وشهدت الجلسه الحديث عن بعض الامور الفنيه الخاصه بالتحضير للمرحله المقبله التي تشهد استكمال منافسات مسابقه الدوري العام امام المقاولون العرب. طيب دي كانت اخبارنا النهارده عن النادي الاهلي، خلينا نروح لمنتخبنا الوطني وبعض الاخبار قبل مواجهه الجابون. مواجهه الجابون زي ما حضراتكم عارفين يوم الثلاثاء القادم. البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني قال انه سيعلن عن قائمه المنتخب الوطني التي ستشارك في بطوله كاس العرب يوم 19 نوفمبر المقبل، مشيرا الى ان المنتخب سيخوض لقاء الجابون بكل المسؤوليه وسيهدف الى الفوز.
الكيروش. أيضا في هذه التصريحات أو خلال المؤتمر الصحفي سنخوض مباراة الجابون بكل مسؤولية وبهدف الفوز. طيب قبل بس ما نكمل أخبارنا، كان عندنا مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش، خلينا نطلع نشوف المؤتمر الصحفي وماذا قال كارلوس كيروش عن هذا عن مباراة الجابون يوم الثلاثاء القادم، وبعد كده هنرجع نكمل مع حضراتكم بقية أخبار. So in March, in my opinion, you need one explosive formula to succeed. في مارس اعتقد احنا محتاجين زي توليفه كده مهم، بتكون يعني تكليفه توليفه قويه جدا عشان تقدر تنجح قويه جدا. المدرب قال الانفجارات قويه جدا، يعني it's a combination of three things very simple. وده يعتبر زي ما يكون مثلا توليفه دي عباره عن اندماج ما بين ثلاث اشياء بشكل بسيط كده. You need to have good players, talent players. التوليفه دي محتاج عندك يكون عندك لعيبه كويسه. And for sure Egypt have many options. We have good options. عندها خيارات كتير بالنسبه للنقطه دي. And with the players that I saw in this period, we have a good chance. اللعيبة اللي أنا شفتها بالروح اللي عندهم دي، أعتقد إن إحنا عندنا فرصة كبيرة. To qualify for the World Cup. إن إحنا نتأهل لكأس العالم. Second. تاني حاجة. You need a special, very good preparation. محتاج تعمل تحضير خاص جدا وجيد جدا يعني. You only have a World Cup every four years. أنت عندك كأس عالم كل أربع سنين. And I think must be the option of Egypt to make it clear what is the priority for Egyptian football from now until March. واعتقد مهم جدا ان احنا نقول ايه هي اولوياتنا من هنا لحد مارس بالنسبه لكره القدم المصريه، ايه هي الاولويه؟ This basket unfortunately is too small. السله دي للاسف هي صغيره جدا. You cannot put together the clubs and the World Cup. ما تقدرش تحط كل الكاسات مثلا وكاس العالم. You need to put one priority in this small basket. اهميه واحده بس، ومحتاج تحط واحده حاجه واحده بس في السله الصغيره دي. And it is the Egyptian football that must choose what is the priority for next year. وكرة القدم هي المفروض تقول ايه هي الاولويه عندي بالنسبه لي يعني في السنه القادمه. We gonna make it clear that the World Cup of Egypt. The World Cup of Egypt, it is March, not December. Don't make that mistake. وهقولها بكل وضوح، كأس العالم بالنسبة لمصر هو كأس العالم اللي في مارس مش اللي في ديسمبر. ما تغلطوش الغلطة دي. If you think that the World Cup of Egypt it is in December like the other national teams. لو أنتوا فاكرين إن كأس العالم بالنسبة لمصر هو في ديسمبر زي كل المنتخبات الباقية. You make a big mistake. أنتوا كده بترتكبوا خطأ كبير يعني. The World Cup of Egypt it is March. كأس العالم بالنسبة لمصر هو في مارس. March. مارس. So you need to put all your resources. محتاجين احنا نحط كل مصادرنا وكل امكانياتنا. All your efforts. كل مجهوداتنا. All your sacrifices. كل تضحياتنا. In one special preparation before March. في تحضير واحد وخاص جدا بالنسبه لمارس. طيب ده كان المؤتمر الصحفي لكارلوس كيروش ما قبل مباراه ان شاء الله الجابون يوم الثلاثاء القادم. زي ما حضراتكم عارفين عندنا مشكله ان احنا نصعد الى في التصنيف، احنا في المركز السادس لكن ممكن نصعد الى المركز الخامس، ولكن رقميا هيبقى صعب الا بقى لو اي حد من المنتخبات الخمسه الاوائل خرج من ان هو او لم يتاهل الى المرحله النهائيه. ممكن جدا منتخبنا الوطني، او مش ممكن، ان شاء الله منتخبنا الوطني هو اللي يتاهل مكان هذا المنتخب. طيب كابتن وائل جمعه بيعود لمعسكر المنتخب بعد ما كان هناك كلام عن ان هو عنده كورونا والكلام ده، ولكن الحمد لله كل الامور جيده، ويعود كابتن وائل جمعه مدير المنتخب الى معسكر المنتخب اللي بيستمر حتى يوم الثلاثاء القادم ومباراه الجابون. زي ما حضراتكم عارفين عبد الله السعيد اصابه وخرج، وايضا في اخبار على ان هناك بعض اللاعبين اللي عندهم انذار عشان ما ياخدوش الانذار الثاني في مباراه الجابون. ممكن جدا اي واحد من اللعيبه ياخد مباراه في مباراه الجابون الانذار الثاني ما يلعبش ان شاء الله في المباراه الاخيره اللي هتبقى في شهر مارس القادم، وبالتالي كل اللاعبين اللي عندهم انذار ممكن ما يكونوش متواجدين في وهو قال كده كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي. عموما دي كانت اخبارنا النهارده. خلينا نطلع نشوف تقرير من الشارع. ايه اللي حضراتكم شايفينه، او مين المنتخب اللي حضراتكم شايفينه يستطيع او مصر تستطيع ان تفوز عليه
إن شاء الله في شهر 3 القادم في المرحلة النهائية. نطلع نشوف هذا التقرير وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل كابتن عادل طعيمة نجم مصر والنادي الأهلي السابق في كلام هام جدا، وكلام عن كرة القدم سواء مع منتخبنا الوطني أو عن النادي الأهلي. بعد ما نشوف هذا التقرير والفاصل كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن عادل طعيمة. والله انا امنيه حياتي انا بالنسبه ليا اقابل نيجيريا، لان نيجيريا ناخد نلعب كره قدامها احسن ما تقابل الجزائر او تونس او المغرب. الثلاث فرق دول رخمين قوي قوي. انا لو تونس صعدت انا افضل اقابل تونس، تونس مستواها مش حلو يعني، لو حطيتي مصر قصاد تونس لا كفه مصر ترجع بكتير قوي. انا عاوز مصر تقابل دوله من المستوى الثاني، يا ريت بس نطلع تصنيف اول عشان نبعد عن المنتخبات القويه من شمال افريقيا. يا رب نبعد عن الجزائر يعني، بس هي نيجيريا، ممكن نيجيريا ان شاء الله. يا رب نبعد عن الجزائر عشان الجزائر ليها يعني سلسله لا هزيمه عاملاها اكتر من 30 ماتش او حاجه على ما اعتقد يعني. يعني ان شاء الله يعني ندعي ان احنا نبقى التصنيف الاول، نستنى تونس والجزائر ونيجيريا ان هم يعني ينزلوا ماشي، ونبقى مكانهم ان شاء الله، ونقابل اي فرقه. احنا ان شاء الله مستعدين لاي فرقه نقابلها. اختار نيجيريا. نيجيريا انا عايزين نبتعد عن المنتخبات العربيه، خاصه مش عشان هم اقوياء ولا حاجه، لكن احنا الحمد لله اقوى منهم، وصلنا كاس العالم المره اللي فاتت. لكن المنتخبات العربيه بتعتمد على انها بتموت المباراه، بيضيعوا وقت، والجماهير بتاعتهم للاسف مستفزه جدا. نقابل تونس، لان تونس قابلناها كذا مره قبل كده وكعبنا على عليها شويه، لكن الجزائر فريقتي. وان شاء الله نقابل اي دوله من الدول الافريقيه، نيجيريا السنغال، وان شاء الله يكون المكسب لمصر. نقابل الجزائر عشان نشوف قدرات لعيبتنا ولا قدرات لعيبتهم، احنا الاحسن ولا هم عن السنين اللي فاتت. الجزائر. الجزائر هي افضل منتخب عربي دلوقتي، واحنا عايزين نشوف، عايز اشوف منتخبنا فعلا زي ما هو قوي ولا لا. الجزائر والمغرب. الجزائر والمغرب، لان الجزائر فريق قوي يعني، ونتمنى نرجع الامجاد بتاعت زمان بقى. يعني الجزائر اقوى منتخب دلوقتي في افريقيا، ولو عرفنا نعمل قدامه حاجه هنبان ان احنا منتخب تقيل. والله نتمنى ان نقابل منتخب الجزائر عشان على الاقل نشوف مستوى منتخبنا فين من منتخب كبير زي منتخب الجزائر. الجزائر، اتمنى الجزائر. اتمنى تونس ان شاء الله. لان قبل الجزائر كعبين علي عليها قوي، الجزائر يعني ان شاء الله مش لله يعني. ان شاء الله ربنا ييسر نقابل تونس. لا احب الجزائر، افضل الجزائر لانها منتخب قوي. ان شاء الله يعني نقابل نيجيريا. ان شاء الله ممكن تقابل يا نيجيريا يا تونس باذن الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، واحد من النجوم الكبار في النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ ازيك كابتن اسلام؟ الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. وانا كمان اسعد. ربنا يخليك يا كابتن. يعني الاول خليني اعرف راي حضرتك في مباراه الاهلي والزمالك قبل ما نتكلم عن المنتخب الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لازم نبقى عارفين ان هناك مدير فني بيتقن عمله وبيذاكر وبيتوقع اللي هيعمله المدير الفني الاخر. اوكي. اللي عمله موسيماني اطمئنان وثقه كامله للاعبته. وانت بتلعب زمالك بتبدا من تحت من عند الشناوي، وهو عارف كويس قوي ان هيبقى فيه ضغط. ايوه. بعد عمليه الضغط اللي هو كان بيعملها كالتيرون، الثقه الكامله اللي موسيماني اداها من اول يوم جه للاعيبه النادي الاهلي، من اول يوم لما راح الوداد رايح جاي، وبعدين جه على انبي واربع ماتشات، وبعدين راح على الرحله بقى الطويله اثنين افريقيا وكاس عالم وهو الاخر، عمل حاجه يمكن كروش وكارتيرون ما خدوش بالهم منها. كان بيلعب بثلاثي شريف وقفشه و يا بريتاو وتاو، والكره معانا الهجمه بتاعتنا كان بيخلي شريف راس حربه وبيرحل قفشه ناحيه الشمال، وبيرحله مش بثبات، بيرحله مع الحركه. ايوه. لما الكره بنفقدها هو عارف ان قفشه مش هيقوم بالدور الدفاعي، فبيحدف شريف على الطرف ناحيه حمدي
المدافع لا حمدي ظهير اليمين بتاع الزمالك حمدي المسلوسي. حمدي المسلوسي فالحته دي ما حدش خد باله منها، وكان مدي حريه حركه للثلاثي في المقدمه. قفشه بيروح ناحيه الشمال وبيديله 65 متر بالعرض، يعني الحته اليمين ما بيروح لهاش خالص، مخليها لعمر السوليه مع حمدي مع اكرم وقفشه واخد لو العرض الملعب 75 متر بيديله 60 متر من عند عمر علي معلول لحد راس ال 18 من الناحيه الثانيه. ايوه والكره معانا، كنا بنشوف دايما شريف وهو بيتحرك، والاجوال اللي جابها كلها كان فين؟ كان راس حربه. طب واحنا بندافع هتلاقي شريف رايح على الطرف بيقوم بالدور الدفاعي بحيث ان قفشه يبقى هو اللي بيضغط على سرد باكين سواء محمود علاء او الرجل الثاني. بدايه الهجمه الزمالك هو موسيماني عارف كويس قوي لعيبه الزمالك ما بتضغطش بالشكل الجماعي وبالشكل القوي. ايوه ولذلك هو بدا الهجمه من تحت بكل ثقه. لو تشوف ال 45 دقيقه الاولانيه حاجه قمه في الاداء الرائع. كره بتتنقل وفي وسط الزحمه بتلاقي علي معلول بيحطها لايمن، ايمن بيديها للشناوي، الشناوي بيديها لاكرم. الاداء ده بمنتهى الثقه دي مع الضغط ده، وبعدين في نفس الوقت كالتيرون عمل حاجه غريبه جدا ولعب براس حربه عمر السعيد على اساس ان الاطراف عارف ان ما الاطراف في النادي الاهلي هتبقى متسابه وما فيش مدرب هيوقف لا بن شرقي ولا زيزو، فمراعب راس حربه بحيث ان هو يعمل الكرات العرضيه يعمل الاوفرات. طبعا الراجل المذاكر موسيماني قفل له الحته دي كويس قوي. وحمدي فتحي مع ديانج مع عمرو مع قفشه مع شريف الحقيقه كانوا بيأدوا الدور الدفاعي بشكل رائع جدا، امتى يضغط وامتى ينزل في وسط الملعب. ايوه الاهداف اللي جت هتلاقي باستمرار الثلاثي مفيش حاجه اسمها ان انا بلعب ثلاثه في وسط الملعب. ايوه الجول الثالث يا كابتن اسلام عمرو السوليه كان فين؟ كان عند ال 18 18. طب ويانج الجول الثاني كان فين؟ 18 على 18. يعني الثلاثي ده اللي الناس احيانا بتدعي ان 3 4 3 او اي او اي رقم دي طريقه دفاعيه، الطريقه دي طبعا طريقه هجوميه حسب رؤيه المدير الفني امتى بيدي وظائف للعيبه بحيث ان هم طبعا يأدوا الاداء اللي هم محتاجينه. لما يبقى 3-0 في 10 دقائق وبعدين انت كمان عايز تجيب الرابع وعايز تجيب الخامس وبتهاجم وبتضيع، وفي نفس الوقت الفريق المنافس بتاعك مش قادر انه يجاريك فابتدى يلجأ لبعض الخشونه، وكان هناك تدخلات قويه جدا للاسف. كابتن محمد عادل ما كانش بيحمي اللعيبه. دور الحكم يا كابتن اسلام انه دور ايه رايك بالمناسبه يا كابتن في التحكيم في هذه المباراه؟ والله يا كابتن في مره جيت معاك هنا من فتره وقلت عشان التحكيم يتصلح حاله زي ما عملت السعوديه. مظبوط مش ممكن يا كابتن الموسم الماضي بمساوئه الرهيبه اللي كانت موجوده وتفضل اللجنه هي هي. يعني اللجنه اللي بتحط الحكام والكباتن طبعا مش هذكر اسماء، لكن اللجنه هي هي اللي اللي هي موجوده، والكابتن عصام اصر ان اللجنه دي تبقى موجوده. وهناك واحد من اللجنه يعني في سيريهات يعني مصر كلها سمعتها. تظبيط الحكام. طب انا عشان احترم الحكم انا كلاعب وانا كجمهور، احنا بنشوف في العالم كله صفاره الحكم دي زي القاضي اللي بياخد الخشبه دي اللي بيخبط بيها كله بيبقى سكوت. يصفر بنالتي ما فيش حد خلاص اللعيب يديله كارت احمر متدور وماشي من ايه؟ من لجنه الحكام اللي بتدي الاحترام للحكم. ما ينفعش انا بدافع عن الغلط. انا دافع عن غلط ازاي؟ طب ما انت كده هتشجع اي لعيب يطلع يعتدي على حكم. هيقول لك اشمعنى انت فلان وهو وادي اهي اتفرج اسمع الشريط فلان وفلان بيشتموا الحكم، الكره بتترمي جوه الملعب، البنالتي الراجل بيدافع عن بنالتي غريب جدا، يقول لك عمرو السوليه ازاي يمد رجله؟ تخيل يعني عمرو السوليه المفروض ما يمدش رجله؟ علي معلول
لا عمرو السلافي البنالتي اللي حسبت للنادي الاهلي اوكي البنالتي يعني يعني يقول لك المسلوسي حمدي يعني ده راجل شايل بطنه ملوش دعوه بالكوره يعني هو بيشوف حاجه تانية غيرنا ده انت المفروض حكم بتبقى انت عندك الملاحظات اكتر مننا 100 مره لان يعني دي شغلتك وده اتقانك فانا بدافع عن حاجه غلط طب انت الحكام اللي طالعين جداد والحكام الموجودين دلوقتي هل انت بالتشجيع اللي انت قلته وبالاداء اللي عمله كابتن محمد عادل هل هتلاقي الماتشات اللي جايه في احترام للتحكيم هل احنا مش اول ناس يا كابتن وانت بتمثل يعني في قناه الاهلي في قناه مهمه جدا وانا كراجل كمدير فني وراجل قطاع ناشئين واول اخره انا امنياتي ان انا الحكم بتاعي يبقى في كاس عالم امنياتي ان الحكم المصري طبعا انا عايز حكم زي محمد صلاح كده في شهرته عايزين كده من كابتن عصام هو عادي يا كابتن ان لاعب يقول للحكم انت عايز النتيجه تخلص كام ده منتهى الاهانه لا يعني بجد والله انا بسال يا كابتن عادي ده سؤال عادي يا كابتن اي طفل صغير انا لما بتهكم على 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 قاضي في قاضي بحد بيتهجم عليه يقول له انت قاضي ملعب عايز يعني ايه ده قاضي يا كابتن ده قاضي ما يعني ده راجل بيحكم قاضي ملعب قاضي ملعب طبعا ما هو القضاء بالنسبه لينا كرياضيين انا بنعتبره قاضي لانه ده راجل بيدير دوري محترفين دوري المحترفين ده فيه اصبحت كل حاجه حلوه في الدوري بصراحه كل حاجه حلوه وبعدين الحاجه الثانيه يا كابتن فيه جانب مادي للنادي وللعيبه نعم النادي اللي بياخد بطوله النادي اللي بيكسب النادي بياخد مكافئات اللي بياخد بطوله دوري بياخد مكافئات بيرتقي لافريقيا بيلتقي كاس عالم الانديه وبياخد برضه مكافئات بياخد مكافئات واللعيبه انت اللي انت بتظلمهم ما بتدولوش بنالتي وبعدين بيخسر فانت بتعرضه لمشاكل ماديه مع ناديه ومع اسرته صح فانا كقاضي في الملعب مفروض ان انا اقل حاجه كابتن انا احترم نفسي ان انا ما حدش يعتدي عليا انا اروح البيت واقابل اسرتي ازاي وابقى ماشي في الشارع ازاي طب حاجه زي دي مين اللي طلعها حاجه طلعت اهي طلعت ليه لان دي رساله ربنا بيبعتها يا راجل يا حكم يا راجل يا مدير فني يا راجل يا لاعب انت بتلعب لعبه تنافسيه شريفه ليه تعتدي على زميلك بالاندفاع او بالشتيمه او بالضرب انت ليه حكم ما اديتش كل فريق حقه وبعدين بتطلع في التلفزيون تقول انا بحتوي اللعيبه تحتوي اللعيبه بمعنى ايه الكلام ده لو يوصل للفيفا او يوصل للكاف اعتقد ان يبقى في حساب وحساب عسير ودي نقطه هتفضل موجوده في التاريخ على فكره ايوه يعني هنفضل نظريه الاحتواء نظريه بعد 20 سنه تم بالكلام عنها من ساعه ما قالها كابتن محمد عادل لغايه النهارده كلام كلمه غريبه جدا الحقيقه في حاجات حصلت يا كابتن زمان مثلا الكره دخلت وفي لاعب قال لا ده انا دي خرجت من بره الشبكه كابتن اظن علي خليل قال لك لا ده الناس حافظينها بقى لها 40 50 سنه وبرده دي هتفضل برده فتره طويله ايوه مش طيب مش هتتغي يعني مش هتنتهي طيب. لان دي حاجه المفروض ان معلش يا كابتن عادل عشان معانا برده كابتن محمود فايز المدرب العام لمنتخب الكونغو نبارك له طبعا على وصول الكونغو للمرحله النهائيه كابتن محمود الف مبروك وتحيات الكابتن عادل طبعا بيقول لك الف مبروك يا رب دايما متالق وناجح وسلام الكابتن عادل سلام الراجل العظيم المدرب الجميل ودايما متالقين وناجحين كده يعني اولا احنا سعداء جدا ان مستر كوبر وحضرتك وبقيه الجهاز الفني احنا سعداء تحديدا لمستر كوبر ولكابتن محمود فايز ولانه تأهل الكونغو اعتقد حاجه مشرفه جدا 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 واول مره تحصل من فتره طويله ان انت تصل الى خصوصا في ان كان هناك يعني تنافس شديد مع بنين لغايه المباراه الاخيره اللي حصلت. كلامك طبعا على راس كابتن اسلام بجد وشرف لينا الكلام بتاعك طبعا كانت المباراه جدا أيوة. للاسف احنا طبعا مسكنا منتخب الكونغو في وقت ضيق جدا في شهر 6 ما كانش فيه غير مباراتين وتسجيلين مدرب محلي هو اللي اختار اللعيبه هو اللي قاد المباراتين احنا كنا اشرافا فقط بدانا نتعرف على اللعيبه من خلال الفيديوهات كلهم بيلعبوا في اوروبا لكن بتتفرج عليهم خلال الفيديو تقابلت معاهم اول مره في شهر 9 في اول مباراه رسميه ليك ايوه فاللعيب بيجي لك قبل ظروف كورونا هم يوم ويوم ريكفري وبتلعب المباراه فانت كانت صعب جدا تعادلنا اول ماتش ثاني ماتش تعادلنا
بعد كده كسبنا ماتش، خسرنا ماتش في اكتوبر، وبقى وصلنا للمرحله الصعبه اللي هي بتاعت نوفمبر، مطالب انك تكسب الماتشين عشان خاطر تقدر انك تضمن حظوظك. فالحمد لله كسبنا تنزانيا في تنزانيا 3-0، وكسبنا النهارده 2-0، وقدرنا احنا الحمد لله نتاهل كاول مجموعه. كان في بيتقال ان في خطا اداري حصل، انا عرفت بعد كده ان خلاص لجنه الحكام في الفيفا في الكاف قالت ان لا ده خطا حكم رابع ملوش اي علاقه بيه، لانه الكلام ده كان انتشر من شويه على السوشيال ميديا. ممكن تحكي لنا ايه الموضوع ده؟ هو بص طبعا خلال طبعا الاستريس بتاع المباراه وحكايه دلوقتي الخمس تغييرات في الثلاث فترات، لا طب بين الشوطين ما تتحسبش، اعتقد حصل في ميس اندرستاند بين الحكم وبين الاداري بتاعنا. الاداري بتاعنا طبعا هو بيحسب التغييرات وتتعمل امتى وتتحط امتى مع ستريس المباراه، وفي اثنين لعيبه وقعوا، بولاكي لو تعرفوا ومالانجو، واحد في دقيقه وبعديها بدقيقتين الثاني وقع، احنا عملنا التغيير، فالحكم اللعيب بيتشال على النقاله، فقومنا اللعيب الثاني. اعتقد الحكم الرابع حسب الاثنين في فتره واحده، هو ده اللي فكر فيه. لكن ما فيش اي مشكله اعتقد في الدقيقه بقى 90، واحنا لما لعيب الرابع بتاعنا اللي وقع احنا عايزين نغيره وقع، سالنا الحكم حتى ده ساله، قال له احنا كده لينا فتره كمان، قال له اه ليك فتره، قال له خلاص عايز اعمل التغيير، ما هو لو ما كانش لينا فتره ما كانش هيخليني اعمل التغيير اصلا. بالظبط فلا ان شاء الله ما فيهاش مشكله. حصلت قبل كده في ليبيا مع غينيا تقريبا، وبرضه ليبيا قدمت اعتراض، لكن قال لك لا ده خطا اداري تحصل، تبقى ممكن عقوبه ماليه او ممكن حتى ما يبقاش فيها عقوبه خالص، لانه حكم الرابع في الاخر هو المسؤول عن عدد الفترات، يعني أيوه. هو ده يعني ممكن غير 6-7 بقى فترات، فهي دي النقطه بس الاختلاف يعني، لكن لا ان شاء الله باذن الله ما فيش، ان شاء الله ما فيهاش مشكله خالص يعني. ومستر كوبر اخباره ايه؟ مبسوط اكيد طبعا. مبسوط طبعا جدا جدا وفرحان، وان في وقت ضيق الحمد لله ده ان احنا نتاهل مع منتخب كونغو للاسف ما تاهلش لبطوله افريقيا، كان في مجموعه سهله جدا، خسروا تقريبا معظم الماتشات. ايوه. فهم كانوا محتاجين حد يكون منتخب، فالحمد لله الفتره القليله دي قدرنا نكون منتخب ليه شخصيه، وقدر يكسب 3 ماتشات ورا بعض، ان هو منتخب بديل، منتخب قوي جدا متطور جدا، هو اللي مخرج المغرب البطوله افريقيا اللي فاتت. فقدرنا احنا نكسبه 2-0، تعادلنا معاه في ارضه 1-0 رغم ان احنا كنا متقدمين طول المباراه. وكسبنا تنزانيا بدار السلام، فريق متطور جدا جدا. فالحمد لله بدأنا المشروع بدأ يظهر، أو اللعيبة نفسها ابتدت تحس إن بقى لا في فريق، في نواة، قدرنا نثبت تشكيل، لعيبة حتى اللي هم اللي بيلعبوا في أوروبا اللي ما كانوش بييجوا ابتدوا عايزين هم اللي يجوا، يبعتوا لنا إن إحنا عايزين نيجي نشارك وللمنتخب. فالحمد لله قدرنا نكون منتخب يقدر إن شاء الله ينافس الفترة اللي جاية. أعتقد إن لو حصل وإن كان هناك مواجهه ما بين منتخبنا الوطني وما بين الكونغو، اعتقد هتبقى بالنسبه لكم صعبه جدا يا كابتن فايز. والله يعني ما نتمناش طبعا، خاصه بالنسبه لي ومستر كوبر، لا الموضوع هيبقى صعب جدا طبعا. صعب جدا جدا فوق ما تتخيل، لا 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 صعب، انا مش عايز احلم بيه الاعب اي منتخب ثاني الا منتخب مصر يعني. يعني انت عندك تلعب اي فريق الا اي منتخب الا منتخب مصر. طبعا طبعا ما فيهاش كلام يعني، انا هبقى عايز اكسب ككونغو طبعا، ده هو ده مصري طبعًا. مصر علمتني كده، مصر علمتني اكون امين في المكان اللي اشتغل فيه ومخلص، لكن انا بتكلم على مصر يعني، بتكلم على امي اللي هلاعبها واجهها طبعا يعني. طبعا لا فالموقف الموقف نفسه انا مش متخيله يعني، اروح الاقي من حديثي اروح كاس العالم، طب واخواتي واصحابي واهلي واولاد اختي واولادي، طب اعمل ايه في القصه دي؟ لا صعبه، حتى كوبر اللي مش مصري يقول لي لا 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 العب اي منتخب، العب نيجيريا، لا تونس، العب اي حد بس ابعد عن مصر. طيب لا صعبه طبعا طبعا عليها كلنا. عايز اسالك برضو عن رايك في اداء منتخبنا الوطني، اكيد انت انا عارف ان انت متابع دائم لمنتخبنا الوطني، رايك في اداء منتخبنا الوطني مع كارلوس كيروش خلال هذه الفتره؟ بص طبعا اولا يا كابتن سلاح، احنا بنتكلم على مدرب كبير جدا يا جماعه، احنا عندنا مدرب عظيم، عندنا مدرب كاتيجوري فوق قوي يعني، كاتيجوري عاليه جدا، يعني حتى مفاجاه وجوده في مصر في الفتره الاخيره، لا كانت مفاجاه انا خاصه ليا شخصيا، كانت مفاجاه كبيره جدا، هو مدرب كبير جدا، سيره ذاتيه قويه جدا، لكن للاسف هي الوقت، هو الراجل بيشتغل في وقت ضيق جدا، نفس القصه يعني حتى بتاعتكم. نعم. مشاهدته للمباريات غير كافيه، هو اللعيب بيجي له يومين، صلاح بيجي له يومين بيسلم مش عايز اقول لك مستحيل، بس صعب جدا، صعب، محتاج وقت، ومحتاج يكون فريق، ومحتاج يتعرف على لعيبه جوه ارض الملعب، الموضوع مش سهل خالص، فانما هو حقق نجاح، انا بقول 120% لحد دلوقتي،
صعدنا في اول مجموعه عندك ان شاء الله بطوله عربيه تعرف على لعيبه اكتر، بطوله افريقيا عندك فرصه تعرف مثلا نحط تارجت ثاني مثلا سيمي فاينل بطوله افريقيا. نعم هو ده ممكن يبقى التارجت بتاعنا، لكن يكون مشروع طويل ونقدر ان هو مدرب كبير، يعني هو مدرب كبير ان شاء الله معاه نقدر نحقق، ما يكونش التعامل بالقطعه بقى في الفتره اللي جايه يعني. اخيرا يا كابتن فايز، عايز اعرف رايك في اداء النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني خلال برضه الفتره اللي فاتت. سوري؟ اداء النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني خلال الفتره اللي فاتت. والله يعني انا بقول بيتسو موسيماني من احب واقرب المدربين الى قلبي انسانيا قبل ما يكون فنيا طبعا لا جدال عليه، راجل كسب 2 شامبيونز ليج في خلال 9 شهور، فده انجاز ما بعده انجاز، وهو جاي برده كان جاي في فتره قليله جدا، ف لا يعني هو على كل الجوانب انا راجل بحبه جدا، فنيا هو كويس جدا، قوي جدا، قادر يتعامل مع اللعيبه بشكل جيد جدا، اداره الاهلي مساعداه موفره له كل حاجه، لكن هو كشخصيه وككنترول على اوضه اللبس وعلى تكسب الزمالك 5 وكنت هتكسب 6 و7 لا مدرب كبير جدا، ونتمنى برضه المشروع يطوى كمل، والناس كلها عارف انها واقفه وراه وبتدعمه، رغم في بعض الانتقادات من بعض الجماهير، وده النادي الاهلي نادي كبير وليه جماهيره في كل حته، فلكن لا طبعا بيتش موسيماني محقق اهدافه بنسبه 200%، مش خسارة الدوري، حتى خسارة الدوري اللي الاهلي خسره مش هقول ممكن يكون طبيعي، لكن انت في خلال سنه واحده انت بتنافس على كل البطولات، على كل حاجه، خدت كل البطولات الا بطوله واحده، يعني انت بطوله واحده وقعت منك يا جماعه، وده ده 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 ستريس على لعيبه وضغط كبير، انا متفاهم ان الجماهير عايزه تاخد بطوله الدوري، بس انت ست سنين بتلعب وخسرته مره في سبيل انك تكسب 2 شامبيونز ليج وثالث كاس عالم، انجاز يعني انجاز كبير جدا، فلا طبعا انا شايف ان هو 200% اديله 200% من شغله في الصحه وادائه يعني، بس يحتاج صبر اكتر كمان من جماهير الاهلي، وحاجه كويسه جدا الراجل ده صراحه يعني. انا بشكرك جدا يا كابتن محمود، والف مبروك، وسعداء جدا 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 لحضرتك ولمستر كوبر، وسلم لنا عليه جدا جدا، وقول له الف مبروك ان شاء الله تتاهلوا في وما تلعبوش منتخبنا الوطني علشان ما تبقاش امور صعبه جدا. انا بشكرك جدا يا كابتن محمود، الكابتن محمود فايز المدرب العام لمنتخب كونغو. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل برضو ناخد راي كابتن عادل طعيمه في اداء منتخبنا الوطني بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، نروح لمنتخبنا الوطني، رايك في اداء منتخبنا الوطني مع كارلوس كيروش والتاهل منتخبنا الوطني للمرحله النهائيه في تصفيات كاس العالم؟ والله كابتن يعني لحد دلوقتي ما نقدرش نحكم على عليه، لان هو طبعا عنده سي في قوي جدا، لكن المدربين دلوقتي مش بالسي في، اوكي، لانه ممكن يبقى معاه سي في جامد جدا بس لا يوفق مع المنتخب بتاعي. نعم. او اللي انا بتولاه. اللي احنا شايفينه لحد النهارده الاداء المنتخب كاداء ما فيش الاداء اللي احنا بيرضي الشعب المصري، سواء مباراه ليبيا الاولانيه، وطبعا احنا كلنا عارفين الظروف اللي ليبيا بتمر بيها، فده مش مقياس ابدا الحكم على كروش والجهاز الفني الموجود معاه. أيوه. الماتش اللي فات احنا شفنا الشوط الاولاني تقريبا يعني اكتساح 2-0 وبيضيعوا اهداف، واحنا بنلعب بطريقه غلط، وزي ما انا قلت لك في البدايه انه ما قراش ماتش الزمالك كويس، وشاف فكر موسيماني انه كان بيلعب برقم 8 وشريف على الطرف، لكن هو عاملها حسبه، الحسبه ايه؟ ان هو عايز يلعب مصطفى محمد صرف النظر هو كويس او مش كويس. انت النهارده شريف جاي في 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 مرحله عاليه جدا ومعنويات عاليه جدا وفت جدا، ابسط حاجه ان انا الحته مع محمد مجدي قفشه مع شريف ومع محمد صلاح، الثلاثي ده في الماتش ده اعتقد كان هيعمل انجاز. كنت تتمنى ان مجدي قفشه يلعب، يعني مجدي قفشه مكان عبد الله، مكان عبد الله، لان الاثنين جايين مع مباراه رائعه جدا وعاملين اداء وفي تفاهم، وبرده يلعب بنفس الطريقه اللي بيلعب بيها موسيماني، مش عيب، مش عيب ابدا يعني. فانا شريف بيبقى فيه حريه حركه، بيبقى راس حربه، وبعدين في نفس الوقت احنا شفنا السردباكين بتوع انجولا ضعاف جدا على الارض واخطائهم قاتله،
فكان ممكن جدا شريف الشوط الاولاني لو بدا بالشكل ده محمد صلاح مع قفشه مع شريف على الطرف، شريف مش على الطرف، شريف على الطرف بس بيضم بيبقى راس حربه وقفشه اللي هو انت بتهاجم والعكس، ويبدا بحمدي زي ما بدا الشوط الثاني. دي ابسط يعني دي حاجات كلها بسيطه المدرب المفروض ان هو بسرعه بيفهمها، وبعدين ما يعني ده في اربع خمس ايام انا بخش على طول على مباراه مهمه جدا ومصيريه جدا ان انا كنت العب بالشكل ده، لان الشكل الاولاني ما نجحش، والدليل ان هو الشوط الثاني ابتدى يعمل عمليه التغيير واللي وفقنا فيها جدا ان الحمد لله قدرنا ان احنا نجيب جول نهايه الشوط الاولاني ثم جول في الشوط الثاني. لكن الاداء يا كابتن اسلام احنا اللي ممكن يتقال ان احنا المفروض نساند المدير الفني للمنتخب القومي، نسنده بايه؟ ان احنا ننقد النقد البناء. ايوه مش ان انا اساند في الغلط، ما اتكلمش غلط يعني، او يقول لك مثلا ايه الاداء مش مهم. ازاي الاداء مش مهم؟ المهم النتيجه، كلام في منتهى الخطوره. نعم. لان انا الاداء يعني ايه؟ الاداء يعني انا ازاي بدافع وازاي بهاجم. مظبوط. طب انا اكسب ازاي؟ يبقى يعني اكسب ازاي من غير اداء دفاعي وهجومي؟ فالكلام اللي احيانا بنقعد بنسمعه في منتهى الخطوره، انا المفروض يبقى في اداء وفي نتيجه، وزي ما شرحنا في المداخله اللي كانت موجوده من شويه، الراجل المدرب بيجي في فتره وجيزه جدا بسرعه بيستوعب اللعيبه اللي موجوده معاه، وبياخد اللعيبه 48 ساعه وبيلعب في العالم كله كده. نعم. مفيش معسكرات طويله، المعسكرات الطويله دي اتلغت يا كابتن من العالم كله. اسبانيا بتلعب النهارده، بتلعب امبارح، على طول الدوري بعد يومين وهكذا. المعسكرات الطويله دي اتلغت لان في حاجه اسمها ثقافه لاعب. نعم. انا بحدد لك الملعب وحضرتك بتشوف المدير الفني معاه الملعب الصغير ومعاه الادوات، ودايما المدرب المساعد بيقول للعيب قبل ما ينزل يقول له انت هتجري في الحته دي وهتعمل الشكل ده وهتدافع بالشكل ده وهتهاجم بالشكل ده. نعم. مفيش حته بقى ان انا يعني اتمرن وعشان اعمل انسجام. انسجام ايه؟ انت راجل محترف وراجل بتلعب حاجه اسمها كره قدم مبنيه على العلم مش على الاجتهاد ولا العشوائيه. نعم. يبقى في نتيجه وفي اداء. اللي احنا بنتمناه ان احنا في الفتره اللي جايه اكيد هنقابل اي منتخب سواء كنا من الخمسه او من غير الخمسه، اكيد هيكون اقوى من الفرق اللي احنا قابلناه سواء طبعا. ليبيا او انجولا او الجابون. فاللي انا بتمناه ان يبقى فيه تثبيت تشكيل نمره واحد، يبقى فيه قرايه. تثبيت تشكيل ده في غايه الاهميه، انت داخل على مرحله في غايه الاهميه. احنا عندنا لسه في مارس، فعندك في بطوله العرب ايوه انا لسه كنت هسال حضرتك على بطوله العرب، شايفها فرصه جيده للتعرف اكتر على لعيبه المنتخب الوطني بالنسبه لكارلوس كيروش؟ اكيد يا كابتن اكيد. انا لما بختار واحد المنتخب القومي لازم يبقى عندي عدد معين من الماتشات الدوليه. ايوه يعني الناس اللي كانت في المنتخب الاولمبي او اللعيبه اللي عندها 50 60 70 ماتش دولي، ازاي انا افرط فيها ويبقى واحد لعب ماتش في الدوري واخده مره واحده؟ ما ينفعش. ده مش مقياس ابدا. ان انا ابني فرقه بحجم اسم مصر، فانا اللعيبه اللي عامله ماتشات دوليه كتيره ايوه دي عندها الخبرات. طب واللي مش عنده ماتشات دوليه، ما هو ده بيظلم برضه يا كابتن. لا مش هاخده، انا هاخده ايوه هاخده، بس هاخده علشان يبقى بيحضر معايا بحيث ان في اقرب فرصه ابتدي اديله، انما انا ما بحرموش. انا باخده في فترات انما انا ما بحرموش، بالعكس. وزي ما حضرتك عارف وانت استاذ في الموضوع ده يعني، ان انا دايما اي فرقه بيبقى فيه دايما في خبرات وفي خبره وشباب وفي شباب صح. فدايما اي فرقه عشان في النادي الاهلي مش الكلام ده موجود، وليد والشناوي وعمرو سلاح، وبعدين تبص تلاقي صلاح محسن ثم اللي بعديه هاني واكرم يعني. فدايما الثلاث مراحل دول بيبقوا موجودين. وكذلك في المنتخب المرحله اللي جايه سواء هتلعب الجزائر هتلعب الكونغو هتلعب اي فرقه، الفرق الماتشين دول هيودوك كاس عالم. فلازم في بطوله العرب يبقى عندك شكل وطريقه لعب. انت هتلعب لازم عندك كمان مدرب من ضمن صفاته الجيده جدا بيبقى عنده مرونه في التكتيك اللي بيلعب بيه. نعم. مرونه بمعنى ايه؟ ان انا امتى اضغط، امتى اهاجم، امتى يبقى الماتش انا بيديله أكتر من سيناريو للمباراة. أيوة. بداية المباراة في نص الملعب فريق لما بيضغط عليا بعمل إيه؟ كل الحاجات دي أنا بعيشها للعيبة من خلال
48 ساعه او 72 ساعه، فما بالك ان عندك بطوله، البطوله العربيه هيبقى عندك وقت كافي ان تقعد مع اللعيبه وانك تبتدي مش تجرب بقى، لا انت عندك قوام فريق سردباكين، عندك جول، عندك الباك ليفت الباك رايت، عندك ثلاثه في وسط الملعب، وعندك البدلاء بتوعهم، عندك القوام في المهاجمين. لو انا سالتك يا كابتن اسلام منتخب اسبانيا هتقول لي فلان وفلان وفلان، منتخب انجلترا احنا عايزين نوصل كمصريين ان منتخب مصر كده وانت ماشي في الشارع ابقى عارف منتخب مصر بيتكون من 18 لعيب، وده كان اهم يميز كوبر اعتقد لو تفتكر حضرتك الفتره بتاعته والنادي الاهلي انت في الجيل بتاعكم كان في حد عارف مين فلان وفلان وفلان. مظبوط مش كابتن، والتغيير حتى كابتن حسن حتى التغيير وحسن شحاته في 6 و8 و10 مظبوط. فالتشكيل في العالم كله بتلاقي تشكيل المنتخب تشكيل ثابت، اللي احنا بنتمناه ان التشكيل يبقى ثابت في بطوله العرب، يبتدي ياخد العناصر اللي هي فعلا عندها من الخبرات وعندها من الانسجام اللي ممكن جدا ان هم يحصلوا فيه على اكبر قدر من الاداء، ثم البطوله الافريقيه، ثم ماتشين ان شاء الله اللي احنا نلعبهم ايا كان الفريق، احنا هنلعب ماتشين يودونا كاس عالم. وبرضو بنقول للجنه انا مش اكسب ليبيا وودي مكافئات، ما ينفعش، يبقى انا كان ده طبيعي حضرتك تقصد مش طبيعي يا كابتن ان انا ده طبيعي ان احنا نكسب يعني ان احنا نصل الى المرحله ان انا ادي مكافاه، يعني انا مثلا ابني جاب 50% ادي له مكافاه ازاي يعني ادي له مكافاه ازاي؟ لا لسه 50% في المباراه الاخيره، لا انا مفروض ان انا لما اوصل كاس عالم اطلع مكافئات، وبعدين انا ممكن كمان اصعبها على المدير الفني ان انا عايز لما اروح كاس عالم ابقى في مرحله معينه اتجاوز المرحله الاولانيه مرحله المجموعات مثلا، ابقى ادي مكافاه، لان المكافاه دي ده يعني مال يعني من دم الشعب المصري. يعني ايه؟ يعني انا المكافاه دي عن جداره ان انت بتاخد مرتب كويس توديني كاس عالم، واحنا مش اقل من كاميرون لما بيوصلوا نيجيريا وبيبقوا داخلين وبيكسب الارجنتين وبيكسب البرازيل، واحنا في وقت من الاوقات كسبنا البرازيل وكسبنا في دوري القارات، وعندنا من نوعيه اللعيبه اللي عندها الثقه والاداء المميز في كل المجالات. منتخبنا قادر على ان هو يوصل الى كاس العالم يا كابتن؟ ان شاء الله باذن الله تعالى مع شويه حاجات كده بسيطه كده، كروش وهو بيوقف بيوجه اللي انا بتمناه ما يبقاش فيه توجيه من حد تاني خارج الدكه، يعني دايما يبقى فيه توجيه او هو يعني بيطلب حد عشان يوصل حاجه معينه. أيوة. الانضباط ده بينعكس على الاداء مع اللعيبه جوه الملعب وكمان في اوضه اللبس وفي في الفندق وفي كل مكان موجود في المعسكر لازم يبقى فيه الحته دي. الحاجه الثانيه الاختيار، حسن الاختيار، وماليش دعوه باي حاجه، انا راجل عندي خبرات دوليه كبيره وشفت بقى دلوقتي خلاص اللاعبين كلهم خلاص يعني. وانت مفروض راجل جاي مفروض زي كوبر كده في 48 ساعه لعيبه بتجيله ويوصل. انا برضو كروش ما اعتقد ان خبراته اكتر من كوبر او يعني زيه، يبقى برضو الحته دي تبقى فيها الاختيار والاهتمام، لان الشعب المصري في امس الحاجه ان يوصل كاس عالم ويبقى الاداء اداء مشرف يتشرف الكره المصريه اداء ونتيجه ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن عادل على وجودك معانا، شكرا جزيلا، دايما بنستمتع بيه. ربنا يكرمك، شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نكون مع حضراتكم بكره على الهواء مباشره في تمام الساعه 12. زي ما حضراتكم عارفين خلال هذه الفتره دايما بنكون موجودين مع حضراتكم الساعه 12، لانه هناك برنامج الاهلي ينتخب بيبقى موجود مع حضراتكم على الهواء مباشره من الساعه 10 للساعه 11 ونص كل يوم للتعريف بكل المرشحين في مجلس اداره النادي الاهلي في انتخابات مجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله اللي هتبقى يوم 26 نوفمبر القادم. ان شاء الله بعد يوم 26 نوفمبر الخريطه البرامجيه لقناه الاهلي ستعود كما كانت سابقا، ولكن خلال طبعا هذه الفتره بس علشان موضوع او برنامج الاهلي ينتخب. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله اشوف حضراتكم بكره على خير.